السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. شكرا جدا على المرور الدائم على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم. اليوم إن شاء الله حمل معاكم، وبما إننا خلاص دخلنا فصل الشتاء حمل معاكم خلطة لي الشتاء، حتكون كريم ليلي. وبالنسبة لي أخواتنا السودانيات ممكن يستخدموها في الدخان، بجد مفيدة جدا ورائعة. عملتها على طلب الأخت فرفوشة، وأنا بتأسف كثير جدا جدا على التأخير، لكن سبحان الله كل شيء بوقت وكل شيء بأوان. خلونا نشوف المكونات، لكن قبل ما نبدأ في المكونات يا ريت لو ما مشتركين في القناة الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يصلكم كل ما هو جديد، وكمان يا ريت مشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب حتى يستفيدوا ولو قليلا. وخلونا نشوف هنحتاج لشنو. في البداية هحتاج لي قطع صغيرة من الشمع، صراحة أنا شمع الطويل ما عندي، عندي حق الصحون، فهستخدم الشمع الصغير ده. وهتحتاجي لي فازلين أي نوع، أنا هنا هستخدم فازلين بزبدة الكاكاو، وبنحتاج لجلسلين وزيت أرجان، وإذا ما متوفر زيت الأرجان ممكن زيت اللوز أو زيت زيتون، لانه لو قلنا زيت جوز هند حيتقل فالخلطه حتبقى ثقيله جدا. يا اما زيت ارغان، زيت زيتون، زيت اللوز. وحنحتاج لي ملعقه واحده من الاوليفيرا، اذا ما متوفر الاوليفيرا عندك ممكن تعملي بدلها ملعقه واحده من النشا، لانه احنا عايزينها في الترطيب وتفتيح الاثنين. بدايه حنسيح الفازلين مع الشمع ونشوف ان شاء الله الخطوات. معلومة كده على السريع انه طبعا الشمعة حنزل منها الخيط بتاع الشمعة، ما حنضعف النار بالخيط تبعها. وبالنسبة للشموع الصغيرة طبعا بتزيليها هنا من ورا، حتطلعي الحديد اللي فيه الخيط وبعد كده تضعيه على الإناء. هنا خلاص وضعت الملعقتين كبار من الفازلين مع قطعتين من الشمع، طبعا الكمية حسب اللي انت عايزاها وحسب المقدار اللي انت عايزاه بتضع فيه الكميات. وخلونا نشوف بعد كده هنضعها على النار، واول ما تبدأ تسيح هنضيف فيها بقية المكونات. هنا خلاص وضعتهم على النار لحد ما يسيحوا، وبعد كده نضيف بقية المقادير ان شاء الله. كده خلاص الشمع والفازلين دابوا تماما، قفلت النار وحاضيف الجرسلين والأوليفيرا. طبعا نكون مجهزين إناء علشان نضع فيه الخلطة. هأضيف هنا قليل من الأوليفيرا، طبعا دي العادة كل ما كنت دايرة أضع منه ما بيضع بالساهل. يلا ما مشكلة، هأضيف طيب زيت الأرغان، طبعا كمية الزيت هتتحكمي فيها، إذا عايزة الخلطة جامدة خالص هتضيفي قليل من زيت الأرغان، وإذا أو زيت المتوفر عندك، وإذا عايزاها سائلة هتضيفي أكتر. أنا هنا أضفت خلاص زيت الأرغان، هضيف خلطة الفازلين والشمع، هضيف بعد كده الجاسلين. طبعا لازم نحرك كويس جدا علشان تمتزج الخلطة مع بعض، وزي ما قلت لكم الخلطة دي مفيدة جدا جدا في الدخان السوداني لأخواتنا السودانيات أو الأخوات اللي بيعرفوا الدخان، وهي كريم ليلي للشتاء. يعني بالنهار صراحة ما بتنفع، ما بتكون مناسبة، لكن فقط بالليل بتكون مناسبة جدا لضمان عدم التشققات ونعومة الجسم. وخلونا نضيف الأوليفيرا وارجع لكم. كده خلاص اضفت الأوليفيرا. طبعا زي ما قلت لكم اللي ما عنده أوليفيرا ممكن يضيف ملعقة واحدة من الكستر او من النشا، طبعا الكستر والنشا الاثنين يعني مفعول اقرب لبعض، فممكن تضيف اي واحد فيهم المتوفر. ده كده خلاص شكل الخلطة بعد ما خلصت منها، او هي بعد ما بردت. زي ما قلت لكم بتحكم انتي في القوام اللي عايزاه. بجد الخلطة مفيدة جدا، وبإذن الله تجربوها، وزي ما قلنا خاصة في المساء أو في الليل. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.